توهم زي ما الملحدين بيشككوا الى اخره. ده نموذج التغيرات الكثيره قوي اللي ممكن تحصل دي. ملف داروين كله والبيولوجي اتكلمنا فيه الدكتوراه نموذج نظره على الى الانواع مختلفه تماما. هو كتب on the origin of species عن اصل الانواع. نعم خلاص النظره انتقلت من اللي كان بيتسمى كرياتيو اكس نايلو يعني بتخلق من عدم كده من لا شيء كل نوع الى فكره كونتينيو يعني الشيء متجدد يعني ممكن شيء من شيء ممكن كائن من كائن فكره التطور. ده نظره مختلفه تماما. يرجع الانسان يعيد النظر بقى في النصوص ويقول هو انا كنت فاهم غلط؟ هو ربنا قال لي انه خلق كل نوع لوحده ولا دي حاجه خاصه بالانسان بس؟ هو ربنا قال لي انه خلق الانسان لوحده فعلا ولا انا اللي كنت بتوهم كده لاني نفسي اكون حاسس بتميز؟ اسئله بقى كتيره. وكان كتب دكتور عبد الصبور شاهين وكان كتب فلان وغيره النماذج دي من الاسئله. لو الواقع اتغير على نحو اسرع من قدرتي لمواكبته ومن ناحيه تانية بقى استيعابي لهذا الدين على مستوى العقيده ومستوى الشرع نفسه الفقه ومستوى السلوك وتزكيه النفس ضعيف تحصل الفجوه اللي احنا عايشينها النهارده. عايشين في زمن لسه بيطلع واحد يقول يا جماعه ما تصدقوش دي الارض مش كرويه. لا اله الا الله. بجد انت لا تتخيل بيحصل لي ايه لما بشوف حاجه زي دي. تحس ان انت ماشي في وادي وناس ماشيه في وادي تاني خالص. ويبتدي ايه يعني ايا ما كان الشخص وكان في شخص طبعا لكن مش دي ازمتي دلوقتي. هذه العقليه عموما تبتدي انها تبرهن على ذلك. اصله لو كان مش عارف الطياره ايه وفضلت واقفه هتقوم جايه له الصين. اصله لا 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 ما ينفعش يعني ما ينفعش يبقى احنا للدرجه. بس هذا الذي يحدث لو غاب التجديد لو غاب الفهم العضوي الحي لهذه الامه في مواكبه العصور استيعاب الواقع استيعاب الشرع الشريف وبناء الجسور بينهما فيحكى الدين مره اخرى هاديا للعالمين. كان المشايخ يقولوا لا تقل الاسلام صالح لكل زمان ولكل مكان بل هو مصلح لكل زمان ولكل مكان. مصلح ده معناه التجديد.